من الأحداث الأكثر تداولاً خلال يومين الماضيين ولليوم هو مستمر الترند على السوشيال ميديا حفل توزيع جوائز الجوي أوردز. كلنا أو أغلبنا اللي كان عنده كهرباء حضر الحفل وشفنا تنظيم والحضور الكبير من نجوم سوريين وعالم عربي ومن العالم أيضا. وطبعا مين أهم وأدرى من صحفي وإعلامي نشيط جدا صديق جميع الفنانين ومقرب منهم، وشفنا كتير فيديوهات له على السوشيال ميديا بعد الحفل. والأهم من هذا كله أنه هو سوري الأصل، صبحي عطري من MBC برنامج تريندينج صار معنا على الهواء. مساء الخير نوارة. أهلا، مساء النور صبحي، كيفك؟ أنا منيح الحمد لله. أهلا وسهلا فيك أول شيء على شام FM وبالشام إذا فينا نقول كمان. أهلا فيك. خليني بس هيك أبلش، أول شيء بدي أحيي كل الناس اللي عم يسمعونا ببلدي الحلو بسوريا. مشتاق كتير صراحة للبلد، وبدي أحيي كل الناس، وبدي أكون متمني لهم يكون السنة هيك بلشت معهم إن شاء الله تكون منيحة. بعرف الظروف صعبة، بس دايما هيك الأمل والتفاؤل لازم يكون مرافقنا، لأنه نحن ما تعودنا غير نكون هيك أقوياء وكبار. شكرا لكلامك صبحي، باعتبارك مشتاق شو ناطر تنزل لك؟ صيفيتنا حلوة نحن كمان. والله ما مو مشان ناطر أنزل ولا ما أنزل، إنه صراحة لأنه أنا أهلي دايما بيطلعوا لعندي وأنا الحقيقة إجازتي بتكون محكوم فيها برمضان. فبيكون هيك مكنكن برمضان وبعدين برجع بسرعة. كلنا من كنكن. صبحي شفناك بحفل جوي أوردز، كيف كان كواليس الحفل؟ احكي لنا عن الكواليس. هلأ إذا بدنا نحكي عن الحفل، بعتقد الناس اللي تابعوا الحفل على شاهد وعلى MBC يعني لمسوا قديش هو مواصفاته عالمية. ابتداء من اول لحظه طلعت فيها على الهواء وقلت مثلا خير لكل مشاهدين MBC، نهايه باخر لحظه من الحفل. الحفل منظم بطريقه مرعبه، يعني اذا بدنا نوصفها بطريقه هيك اكستريم، بس عن جد منظم بطريقه بتخوف. في على الارض ما بعرف قديش العدد بالضبط، بس يعني بعتقد من الكاست MBC ومن الكاست العالمي اللي اجوا مشان يعملوا الحفل، بعتقد في شيء 1000 شخص عم بيشتغلوا مثل خلية النحل. نحن كنا متوازين قبل باسبوع من الحفل بس لنعمل ريهرسل على الكاربت اللي انتم شفتوه اللي انا طلعت فيه، وما عدا طبعا الحفل اللي جوا اللي ضمن لوحات عالميه. بعتقد الشركه المنظمه هي شركه عالميه بتنظم الاوسكار والامي اوورد، فبالتالي اللي شفتوه عن جد عالمي. وبعتقد لمستوه بالناس اللي شافوه طبعا على التلفزيون. صحيح، وسمعنا من الكل، يعني الكل كان مبهور بهذا الموضوع. صبحي كان في عدد كبير من النجوم موجودين بالحفل، ما صار شي مشكلة بالكواليس بيناتهم غير المشكلة اللي شدناها على الستيج اللي بتخص لاحقا اللي بتخص أنغام وديما قندلفت؟ هيك احكي لنا من هدول. هلا اول خلينا نبدا من الاخر. اول شيء ما كان في مشكله بتخص انغام وديما وسامر، بس العالم على السوشيال ميديا حكت كثير عن الموضوع. العالم بتحكي اللي بدها اياه. يعني بعتقد انغام اول شيء يعني هي كانت مثل ما كتبت ديما، طبعا عملت تويت وقالت انه الانسان بيتلبك احيانا وبيضيع منه الكلام على الستيج، وما بيحسب كثير حسابات مثل ما بيحسبوها العالم لما بيشوفوها على التلفزيون. بعتقد ابدا ما قصده كان انغام انه تقلل من احترام ديما وسامر، بالعكس يعني هي اذا الناس بيشوفوا اللقطه الاولى هي سلمت عليهم، بوست ديما وسلمت على سامر بطريقه حلوه. هي حكت اللي بدها تحكيه، هي حره بالاخير. الانسان هو قيمته محفوظه بكيف الناس بتطلع عليه، وديما وسامر من اهم الفنانين سوريا، فبالتالي بعتقد انه ما في شيء بينقص من قيمتهم. بالكواليس لا، بالعكس بالكواليس الحقيقة عن جد وحياة الله، يعني أنا ما عم بكذب، والناس اللي بتعرف أنا بحكي دايما الحقيقة وبقول للناس الشغلات اللي بتصير. كانوا كل الناس حلوين مع بعض، عن جد كانوا حلوين كتير مع بعض. السوريين كانوا كتير نايس مع بعض، المصريين كمان اجتمعوا، في ناس كتير من الأردن، من فلسطين، من الخليج، من السعودية، من الكويت، كله كان عم بيسلم على كله، كانوا مبسوطين. جوي أوردز
بيحمل اسم المتعة والجوي والترفيه، فهو عن جد كان جوي، الناس كلها كانت مبسوطين، ما صار أي نوع من الأتنشن ولا في شيء، بالعكس كنت قلت لك يعني حقيقة. أنا عم بسألك لأنه بعرف أنك ممكن تقلنا. لا ما صار شيء، بالعكس كانوا طيب. كثير ناس مبسوطين، يعني أنا حتى كنت مبسوط فيهم، يعني شفت ناس كثير كل المتابعين صراحة كانوا مبسوطين بالحفل الصبحي. شفنا قدموا جوائز للكل، بس ليه ما عم نشوف جائزة بتخص الإعلام والصحفيين بجوي أوردز؟ هلا يعني لفئات يعني كتير تقدم. بعتقد لا، يعني نحن اليوم لما الشيخ وليد الإبراهيم اللي هو مالك وصاحب MBC هو اللي بياخد الجائزة التكريمية، اوكي، فكلاتنا يعني تحت اسمه مكرمين الحقيقه. يعني لما بيكرموا سالم الهندي عن روتانا، بس هدول جوائز فخريه، انا قصدي الجوائز اللي هي بتكون عن طريق تصويت الجمهور. بعتقد انه جوي اووردز ما اختصاصه له علاقه بالاعلام ولا الصحافه، يعني في جوائز مخصصه للاعلام والصحافه مثل جائزه دبي للصحافه، في جوائز ثانيه لها علاقه بالاعلام والصحافه، هذا شيء له علاقه بالترفيه اللي له علاقه بالمسلسلات والافلام والاغاني. الإعلام هو فئة بعتقد ما يضمن الجوي أوردز اللي هن حاطينها ببالهم، ممكن يكون مع الأيام اللي جاية يكون في جائزة لصانعين المحتوى من إعلاميين من صحفيين، ممكن يضيفوها، بس أنا بعتقد لأنه هي مخصصة للترفيه اللي له علاقة بالتلفزيون المسلسلات والسينما والأغاني. حلو، طيب منعرف صبحي قديش علاقتك قوية بالفنانين، حدا كان مخبرك قبل الحفل انه هو متوقع ياخد الجائزة وما ربح؟ صراحة بتعرفي ميزت هذا الحفل انه عن جد ما بيعرفوا ولا حتى نحن بنعرف. كان واضح على فكرة مفاجأة الكل. عن جد يعني ما حدا بيعرف، يعني بس يعني الواحد كان بيعرف. حاسس انه انا ممكن اربح الجائزة وما ربحها. انت تخيلي انك انت هلا مرشحه لجائزه احسن مقدمه راديو، اوكي. جواتك بتكوني بتحبي يعني بتطمحي اكيد انك تحصلي على الجائزه، أوكي. بس كنت حخبرك مثلا صبحي بتوقع انا فوز وما ربحت، زعلت، ما حدا هيك عمل؟ لا ما حدا زعل، يعني ما بظن حدا زعل، الناس اجوا، يعني شوفي ميزة جوي اووردز بيشبه الاوسكار انه كلياتهم المرشحين قاعدين مستنين هاي اللحظة. يعني بعتقد بالمسابقات التانية أو مهرجانات التانية أو جوائز التانية لا ما بيكونوا بيعرفوا، مشان بيعرفوا لأنه أنا عضو لجنة تحكيم وريكس دور، أوكي، صدقيني ما حدا بيعرف من الفنانين، بس يعني اللي بيجي هو بيكون بيتكرم، يعني ما عم نشوف حدا تاني إجا ما تكرم بالميركس دور مثلا. لا ما هو هاد ما هي عم بقلك ميزة جوي أوردز إنه هن ما بيعزموا الناس اللي ممكن يكونوا احتمال ياخدوا جائزة، لا بيعزموا كل العالم. يعني انت جماعه تيليتو كلها كانوا موجودين ومسلسل مو مرشح، صح. كانوا ضيوف وفي كثير كان عالم جايين ضيوف، عرفتي اياد مسار كان جاي ضيف، ما بدي اعدلك اسماء كثيره جايين ضيوف بغض النظر بدهم مرشحين ولا اصيل، هميم كانت ضيفه، في كثير ناس جايين بس ضيوف شفناهم كلهم، صحيح عم تحكي. طيب صبحي في كتير انتقادات شفناها على السوشيال ميديا طالت الجائزة اللي راحت لأفضل مسلسل لصالون زهرة، برأيك بيستحق العمل الجائزة أمام مسلسلات أخرى مرشحة مثل منعطف خطير؟ اللي بيعرفني كويس بيعرف أنه أنا I'm not big fan للمسلسلات اللي كتير لايت، اوكي، انا كمشاهد، يعني انت ما كنت صوتت لصالون زهره، وكان كصحفي اكيد لا ما كنت صوتت لصالون زهره، مع انه صالون زهره مسلسل كثير حلو ويعطيه العافيه جو بعيد، شركه صباح نادين عنده حالته، صحيح، يعني له حاله كثير حلوه مع احترامي له، بس انا ام نوت بيج فان لنوعيه هي المسلسلات، عرفتي يعني انا مثلا اكيد كنت صوتت لمنعطف خطر. طيب باعتبارك عم تحكي عن تصويت، أنا معروف عني بحب الألعاب والتحديات، أوكي؟ ومخصص لك هيك لعبة صغيرة اليوم، صبحي أوردز. صبحي أوردز رح أعطيك اسم الـ 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 الأفضل، يعني أفضل فئة، وإنت بدك تسمي لي إياها، أوكي؟ عن نفس الأسماء صح؟ شو عن نفس اللي الأسماء؟ اللي مرشحة؟ لا يعني هيك مثلا بدك نبدأ وتجرب؟
يلا 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 بس جواب سريع ها. يلا يلا. صبحي عطري، لمين بتعطي صبحي أوردز لأفضل إطلالة كانت بالحفل؟ كريس بشار. حلو. أفضل ممثل؟ لا ما بدنا نفكر. أفضل ممثل أحمد مكي. أفضل ممثلة؟ منى شلبي. أفضل مسلسل؟ منعطف خطير. أفضل مطرب أو مطربة؟ أو أعطينا أفضل مطرب بعدين بناخذ مطربة. أفضل، المشكلة إنه المرشحين كلهم أنا كثير بحبهم، أنا كثير بس إنه بنحبهم كلنا. يلا أعطينا المطربة. المطربة اللي ما هي مرشحة هي اللي أنا بعطيها أفضل مطربة على الإطلاق دائما، هي جوليا بطرس. حلو. وأفضل مطرب؟ أفضل مطرب يعني عايش، إذا مو عايش عبد الحليم حافظ. عايش بدنا إياه. أوكي. إذا عايش يعني بعطيها، والله صراحة عن جد صعب السؤال لأنه في ناس كثير أنا كثير بحبهم. أنت لمين بتسمع أكثر شيء اليوم؟ أنا حقيقة لقلك، حقيقة أنا كثير فرحت إنه بجوي أوردز أخذ الجائزة عبد المجيد عبد الله. يعني عبد المجيد عبد الله من 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 أكثر الفنانين الخليجيين القرب على قلبي، وبعتقد يعني بسوريا كمان. صح. الناس كثير بتحب عبد المجيد وراشد وعبد الله رويشد وحسين الشتمي، يعني يمكن هدول أغانيهم اللي بنسمعهم أكثر شيء. صحيح. طيب أفضل أغنية للعشرين 22 خلينا نقول بحبها. أفضل أغنية مشان هيك اللي بتخطر على بالي مباشرة وبسمعها دايما صح صح نانسي عجرم. حلو. شكرا لإلك صبحي على صبحي أوردز. شكرا لإلك صبحي. شكرا جزيلا لإلك. أنا قالوا لي، أنا قالت لي لانا إنه طالعة معكم كمان. لانا هلأ بعدك مباشرة. لانا زندي عن شو بدها تحكي لانا؟ بدك تابع اللقاء صبحي، ما فينا هيك. لا بعرف عن شو رح تحكي. بتعرف عن شو رح تحكي؟ طب ليه عم تسألني؟ هلا كنا عم نحكي مع بعض أنا وياها قبل ما هذا بالصدفة على فكرة. حلو. هاي اتنيناتكم اليوم معنا على شام اف ام. شكرا لك صبحي، شكرا ل صراحتك، شكرا لأنك صحفي سوري نشيط. شكرا لك. شكرا لكم. أهلا وسهلا في الأهل سوريا وإن شاء الله كل التوفيق لكم. أهلا فيك. باي باي. Bye bye, bye bye.